أنا البيت بتاعي طبعا اللي مجاور ليهم مباشرة. شهادة حق ينطق بها أحد جيران محمد عادل قاتل نيرة أشرف من خلال ظهوره في أحد اللقاءات الصحافية. إليكم التفاصيل. في البداية ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس، مهمة جدا جدا عشان يوصلك كل جديد لحد عندك. عبر أحد جيران محمد عادل قاتل نيرة أشرف في أحد اللقاءات الصحافية وقال أنه شاب منضبط جدا وأنه مستغرب أنه عمل كده لحد دلوقتي، وقال كمان أنه هو شاب طيب وغلبان جدا وفي حاله، وأنه صعب جدا أنه هو كان يتخيل أنه هو يعمل جرم بالبشاعة دي. أنا متأكد بوجود طرف ثالث شجع محمد عادل على قتل نيرة لأنه من نفسه مش هيعمل كده. اللي يعرف محمد ويعرف الأسرة باكي على الأسرة. وقال كمان محمد متفوق دراسيا ومعتدل دينيا، والبنت استغلته واستغلت حبه وطيبة قلبه وتعلقه بها الشديد، وجهت له كلام يمس كرامته ويجرح مشاعره. طرف ثالث من زمايله هو اللي ابتدى، هو كان الشيطان اللي في النص اللي ابتدى. لو انت عقد العزم من بالليل انك هتروح تقتلها، ما كنتش هتضيع وقتك في انك تقضي مذاكره طول الليل.